السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في قناتكم سنين رحالة. رحلتنا النهاردة يا جماعة وصف الطريق لمزرعة نصر صبح. مزرعة نصر صبح يا جماعة مصيد عائلي، مطعم للصيادين، مكان للصيادين اللي هي تعبت من كتر النفخ وعايزة تتمتع بسحبة السمك. بطل الفيديو النهاردة إن شاء الله أصغر صياد في صيادين رحالة، ابني يحيى. خليكم معانا. كان النهاردة يا جماعة في المعدية، طبعا أنا جاي من على الطريق الزراعي، وصلت لليافطة ديت اللي هي المعدية أبو قير. نفضل نكمل طوالي كده بمشيئة الله لحد أما بنلاقي يافطة البتروجيت. عشان ما نطولش عليكم خلينا، أنا كده متجه لرشيد، خلينا لحد أما نوصل ليافطة البتروجيت ونرجع لكم تاني. طبعا يا جماعة أنا أول ما بنلاقي اليافطة ديت بنعرف إن أنا خلاص قربت نوصل لمدينة المعدية. الكلام ده طبعا لو انا جاي من على الطريق الزراعي، لو جاي من رشيد الوضع طبعا بيختلف، من ندخل من الجنب التاني، نفس يعني نفس الدخله ديت بس الجهه التانيه. في يافطه باينه معايا اهيت بس من بعيد، ان شاء الله هنوصل عندها. اول ما نوصل ان شاء الله برضو هندخل يمين بمشيئه الله. تمام كده، اليافطه اللي هي جايه دي ان شاء الله دي كده دخلت البتروجيت، بندخل من عندها يمين. خليكم معانا. طبعا دي كده المعدية، وده سوق المعدية واسماك المعدية. بنفضل انا مكمل ان شاء الله متجه لمنطقة اسمها زرزارة. حاج نصر صبح بمشيئة الله يعني ربنا يبارك له اشهر من مرة على العلق. لو من هنا سألت عن نصر صبح هتوصل، لو قدرت توصل زرزارة برضو سألت على المزرعة هتوصل ان شاء الله. يعني كده نص الكلام يعتبر خلص. خليكم معانا. طبعا واحنا ماشيين بيكون شريط القطر على ايدينا الشمال، لحد ما بنوصل للمنطقه ديت بنعدي شريط القطر طبعا بيبقى على ايدينا اليمين، بنفضل مكملين. خلاص احنا كده ايه قربنا نوصل خالص، يعني نفضل مكملين شويه صغيرين خالص. بعد كده بنلاقي انابيب بترول على ايدينا اليمين كده، انابيب كبيره، وبنلاقي اليافطه بتاعه المزرعه. نكمل مع بعض. طبعا من نصر بقى ايه حاطط لنا اليافط كده زي ما انتم شايفين، السهم زي ما انتم شايفين كده، بتلاقي السهم ده على ايدك الشمال، بتدخل بقى بتكمل ورا لحد ما توصل للمزرعه. طبعا وضع المزرعه اتحسن خالص عن السنه اللي فاتت. القعده طبعا بقت انضف بكتير. هي كانت السنه اللي فاتت برضو جميله، كانت برجولة وبوس وكده. دلوقتي عم ناصر هو برضو نظف الدنيا احسن. احنا حضرنا برضو معاه الافتتاح السنه اللي فاتت وقضينا فيه اكتر من رحله، واخدت اخواتي النهارده برضو معايا عيلتي ان شاء الله، وربنا كريم يعني بمشيئه الله هنوريلكم برضو الاكل والدنيا عاملة ازاي. خليكم معانا. ماما انا هنا، انا ملوانة يا حيوحة داعي مهما قلت ان بيتطور. طبعا النهارده كان فيه هجوم على الصيادين ما شاء الله، فالسمك كان هربان شويه. المزرعه طبعا فيها خير كتير، بس النهارده كان السمك قليل. يعني ايه السمكه لسه ما تعودتش على الاكل من على الشط. طبعا بعتنا ايه الرحال الصغير يصطاد لنا سمك من جوه عم يحيى. طبعا هو كان اختبار ليحيى عشان نشوفه هيخاف ولا لا.
فهو بسم الله ما شاء الله يعني الموضوع عجبه ودخل فعلا اصطاد سمك وجا يعمل باي تاني. باي مع ولا السلامة حاجة، يا يحيى. عامل باي باي ولا حاجة. لايك بقى يا يحيى، لايك. مساء الفل يا يحيى. مع السلامة يا يحيى. طبعا يا جماعة كان في مزيكا شغالة، ولو طلعنا الصوت فهيجي لنا حقوق طبع ونشر. يحيى بقى ايه، انا جبته بقى، خلينا نسجل فويس انا وهو ان شاء الله. هنسأله بقى، انت ما خفتش بقى يا يحيى وانت راكب المركب؟ لا خالص. اه طب عملتوا ايه بقى لما دخلتوا جوه؟ رمينا الشبكة، بس الشبكة خربتها في الإزازة. اه ولما دخلنا جنب السمك وجبت سمك ياما على البركة، ده احنا جبنا طبار وبولتي. يا لعبك، انت عرفت الطبار والبولتي. ما شاء الله ما شاء الله، تمام. وما خفتش من السمك يالا؟ لا خالص. اه لا والله. طب ما شدتش مع عمك جوه، مع عمك مصطفى؟ بوكس. لا خالص. طب قول بقى انت ايه، السمك حلو ولا ايه الكلام اللي حصل معاك؟ هو السمك يا جماعه اللي احنا كنا في المزرعه كان طعمه جميل، كانوا حاطين جوه كده عند راسه بتاع كده صلصه. ما انت اصلا اللي صايده بايدك بقى، واحنا لسه هنخش لهم دلوقتي على الايه، على السمك وبتاعه، منظر السفره وكده ان شاء طبعا الله. واقف ايوه واقف، وجاب معاك السمك بقى بمشيئه الله. اه العب يا يحيى، العب العب. طب بقيت صياد شبك دلوقتي؟ ها طب انت تعرف تدخل بالقارب بقى ده لوحدك؟ ها يا لعبة. ماشي يا عم يحيى، ماشي ما شاء الله. انا هحاسب انت هتنسى مرتين ليه؟ ما هو كفاية مرتين. طبعا ده يا جماعة قفل المزرعة أو قعدة المزرعة دي، القعدة ديت للعائلات والراغبين في تناول وجبات، دي يعني كافيه والمطعم، ويعتبر ايه المكان الأساسي. الأكل طبعا لو حابب تجهز قدام عينك بتقف عليه زي ما انتوا شايفين كده، الدنيا حلوة يعني إن شاء الله. احنا كل سنة ان شاء الله بنحضر المكان والافتتاح بتاعه، وعندي اهلي بيحبوا جدا المكان ده خالص. ده السيرفس بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، السيرفس برضو محترم والله، والطبخ طيب يعني خالص. يحيى عاجبه الاكل خالص. باي يا مامي، مش ما تحطوش في الميه. وكده شباب وصلنا لنهايه رحلتنا ان شاء الله. الرحله كانت في مزرعه نصر صبح، مزرعه نصر صبح مصيد للعائلات. طبعا السمك اللي انت بتصطاده وبتوزنه وبتحاسب عليه، ولكن بتقضي يوم في منتهى الجمال. تحياتي ليكم، كان معكم اخوكم سامح الخوالقة، قناة صيادين رحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.